بس قلت يلا خلينا نجرب مش خسرانين حاجة. اهلا بيكم في الحمام. فعلا بيفور بيفور بيفور. اهلا اهلا، معكم مها من قناة مهز دايري. الاخبار يا جماعة، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة كويسة. فيديو النهاردة هنجرب فيه حيلة للتيك توك علشان ننظف فيه البيوتي بلندرز. فهجرب الفيديو دوت، يعني هعمل زي ما البنت عملت بالظبط ونشوف لو النتيجة دي هتنجح ولا لأ. كمان هنضف الفرش بتاعتي لان بقى لهم تقريبا اسبوعين مش متنظفين، فهنضفهم دلوقتي واوريكم انا بنضفهم ازاي، فخليكم معي. طيب خلينا نجرب الاول موضوع البيوتي بلندرز دولت واوريكم ازاي. هحط لكم الفيديو الاول بتاع البنت وهي بتنظفهم، ازاي نظفتهم وكده. نظفتهم بالفانش ومية سخنة، فعايزة اجرب الطريقة دي واشوف اذا هتنفع فعلا ولا لا، لان انتوا طبعا عارفين معظم الحاجات بتاعت التيك توك ديت ما بتنجحش اصلا وكلها بتبقى فاشلة، يعني فاشل يا فاشل. بس قلت يلا خلينا نجرب مش خسرانين حاجة، فيلا بينا نروح على الحمام علشان ما نبهدلش الدنيا. اهلا بيكم في الحمام. اتمنى ما يكونش فيه صوت صدى كبير قوي علشان الصوت يطلع كويس. انا دلوقتي بسخن المية، فجبت العلبة البلاستيك ديت علشان نعمل زي ما هي قايلة، وجبت الفانش. خليني اروح اجيب معلقة واجي. هبدأ احط البيوتي بلندرز كلهم في الطبق او في العلبة البلاستيك. افضل لو كنت استخدمت الاصغر منها عشان كمية المية، بس it's okay. وبعد كده هحط من الفانش. اوكي انا جبت معلقة على الفاضي، ده هو اوريدي فيه معلقة جوه، مش معلقة، ده انبلا معلقة. انا اول مرة استخدمه اصلا، انا بستخدمهوش خالص عشان كده جبت الحجم الصغير، بس عادي اللي يتبقى يعني مش هيترمي، اكيد هنستخدمه في حاجات تانية. خدت معلقة كاملة هحطها بقى على البيوتي بلندر كده. يا رب تنجح يا تتح. اول مرة اجرب الحاجات بتاعت التيك توك ديت اصلا، ولا بعترف فيها اصلا، ولا بستخدمها، ولا بعمل فيها اي حاجة. المهم انا غليت مية في الكاتل، دلوقتي هبدأ ان انا كنت هوقع عليا. اوكي اول القصيدة كفر. المهم ان هي على كلامها حصل كده زي رغاوي كان عاملها للاخر. المهم كده يعني في الفيديو بتاعها انه حصل زي رغاوي فعلا بيفور بيفور بيفور. انا نسيت موضوع الفوران ده، انا نسيت انه هيفور. انا شايفة الفيديو 100 مرة، انا نسيت خالص انه هيفور. يا نهار ابيض. المشكلة ان المية طبعا مية مغلية يعني، ف مش قادرة حتى ان انا امسك العلبة علشان احطها في الحوض نفسه. اوكي دي تاني قصيدة كفر. انقصت الموقف بالفوطة، بس هنضف بعدها كتير. هنقلها، حاول انقلها هنا. اوكي نجحت المهمة. المهم هنضف كل ده وارجع لكم تاني. المهم نضفت خلاص، اوعوا تغلطوا غلطتي وتملوا الطبق للاخر، ما تملوش للاخر خالص. المهم ان انا نضفت المكان، والمفروض بقى انه على كلامها نسيبها شوية. حاسة ان انا بطبخ، بس بطبخ في الحمام. المهم على كلامها المفروض نسيبهم شوية لحد ما تنضف، فهسيبها كده بتاع ربع ساعة وهرجع لها تاني. Stay tuned. A few moments later. اوكي ده الابديت بعد 5 دقايق. مش شايفة فيه اي كريمي او حاجة، لان هي كانت حاطة ان هنا حصل كده حاجة كريمي من الرغاوي والفونديشن يعني اللي موجود على، او المكياج كله اللي موجود على البيوتي بلندر نفسها. يعني مش حاسة منطفو اصلا. والله الحاجات دي مضيعة للوقت، والله الحاجات دي بتضيع وقت. ايه ده، انا مش فاكرة ان انا كان عندي بيوتي بلندر سودا ولا بني ديت، ما كانش لونها كده. فين الصغيرة؟ اه دي الصغيرة، بس هي عشان جت عليها مية كبرت. بس لو ملاحظين لون المية من تحت، خليني اوريكم، شايفين لونها عامل ازاي؟ فده مؤشر كويس يعني ان الحاجة هتنضف.
اتمنى يعني ان التجربه ما تفشلش بعد اللي وقع هنا دوت والتعب اللي تعبته في التنظيف، فاتمنى ان الموضوع ما يفشلش. هسيبها كمان 5 دقايق وارجع لها تاني. A few minutes later. اوكي جايز، ده بعد تقريبا 10 دقايق تانيين، فهبدأ بقى اطلعهم واشوف حصل فيهم ايه بالظبط. بس عايزة اوريكم المية، بصوا المية لونها عامل ازاي، فما نشوف. المية لسه سخنة شوية، بس ممكن احنا نكملها بمية علشان ننظفها. اوكي ببدأ انظفهم انا دلوقتي بايديا. هي دي ما كانتش مش نظيفة قوي، سوري الصوت، دي ما كانتش مش نظيفة قوي يعني، فمش شايفة فيها تغيير، بس انا مش فاكرة ان كان لونها كده الصراحة. اوكي دي نظيفة اصلا زي ما قلت لكم، بس خلينا نشوف الباقي. انا جبت هنا فوطة على جنب وحطيت عليها البيوتي بلندر دلوقتي. ده شكل تانية ما نطفتش، هو انا قطعتها هنا بالغلط، ما نطفتش خالص على فكرة، بس خلينا نغسلها ونشوف. اوكي جايز ما نطفتش برضو. اوكي نروح على اللي بعدها، كمان ما نطفتش، بس يمكن لو عملتها بايدي تنضف. خلينا نجرب. شايفين البيكاج قاعد بيقع؟ برضو ما نطفتش، فلازم ننضفهم بالطريقة العادية. اوكي انا اللي اكتشفته انه بيفضل موجود عليها المكياج، شوفوا موجود، شايفين المية، بس يمكن مع الغسيل بقى تحت المية تنضف بزيادة. خلينا نجرب ديت. على فكرة دي نطفت، استعصرها كويس عشان تبان دي نطفت. اوكي هو ده الكونسبت، يعني انه بتسهل العملية بعد كده، بس حاسة الموضوع تضييع وقت، يعني لو عملتها بايدي هيبقى اطلع احسن بكتير. اعتقد دي خلاص كده هرميها. دي كمان نطفت اخر واحدة. طيب انا رجعت حطيتهم تاني في مية سخنة دلوقتي، بس مية سخنة يعني من السخان مش من الكاتل، وعلشان بس ايه كنظافة اخيرة، وبعد كده هوريكم النتيجة النهائية. 12 seconds later. طيب في هذه الاثناء ممكن ان احنا بقى ننظف الفرش. طيب طريقتي في التنظيف فيهم ازاي، انا عندي التول ديت او البتاعة دي، كنت جايباها من علي اكسبرس، لا مش من علي اكسبرس، من شي ان اعتقد، من شي ان ايوه. فيها كده هي رابر زي ما انتم شايفين، وفيها دولت عشان يلزقوا في الحوض مثلا او في المكان او في السطح اللي انتوا بتثبتوه عليها وبتنظفوا عليها. وزي ما انتوا شايفين هي هنا كده يعني بارزة باشكال مختلفة علشان ننظف بيها الفرش. عشان كده البيوتي بلندر التانية دي اللي هي صغيرة خلاص اتقطعت مني، عشان بذكائي الخارق عملتها هنا، مش عارفة اشتغل يعني، بس ما علينا. كل اللي انا بعمله ان انا بثبتها هنا في الحوض، طبعا سبتت خلاص زي ما انتوا شايفين علشان البلاستيكات دي اللي انا وريتها لكم. بعد كده ببل الفرشة ماشي، وبحط عليها اي نوع صابون، بس ما بحطش صابون غسيل، ما بحطش مثلا صابون مواعين مثلا، لا بحط ليها حاجة ممكن انا استخدمها على بشرتي. وعلى الاغلب بحط يا اما شامبو يا اما غسول الوش، لان دول اكتر حاجه بتكون مناسبه يعني. فانا النهارده هستخدم الشامبو العادي، دي طريقتي يعني في ان احط. في ناس بتجيب صابون مخصوص علشان الفرش، مش حاسه الموضوع لازم، انا استخدمت صابون بانتين. بعد كده ببدا ان انا اعمل بس كده، بصوا بتنضف على طول يعني، مفيش داعي لاي حاجه. انصحكم بالتول دي جدا تجيبوها، على ما اتذكر ان هي من شي ان، لو لقيتها في شي ان هحط لكم الرابط بتاعها عشان لو حد عايز يشتريها.
بصوا في اقل من دقيقه نطفت اصلا. خلاص شوفوا نطفت، تعالوا بقى نبلها. نطفت ما فيهاش اي حاجه، بس هرجع اعملها تاني برضو احتياطا. هو طبعا يفضل ان نفضل ان احنا نعمل كده رايحين جايين كده يعني عشان الفرشة ما تخربش، مش كده بس. انا بنسى نفسي الصراحة لان الموضوع ساتسفاين جدا، وبنسى ان وبعد ادوس جامد. طب ما تعملوا كده رايح جاي كده، الجوانب ما جاتش عليها فلازم تلفوها وبعد كده تبدأوا تعملوا. شايفين النظافة؟ خلاص نطفت ما فيهاش اي مشكلة ورجعت كأنها جديدة. طيب اللي بعده هاخد دي علشان بستخدمها كتير، فشايفين شكلها عامل ازاي. نفس الشيء هبلها الاول بس في البداية، وبعد كده هبدأ ان انا انظفها. وبرضه نسيت الفرش الكبيرة، بحس المنطقة دي احسن ليها. اعتقد محتاجة ازيد شامبو. شايفين نطفت، بس برضو هكرر العملية تاني، هزيد شامبو بس كده شوية احتياطا عشان عايزة اشوف اذا فعلا نطفت من اول مرة. كده نطفت على فكرة، بصوا مفيش اي حاجة، المية او الصابون كله نضيف. كمان بغسلها من تحت، نطفت وبقت زي الفل. اللي بعده دي كبيرة برضو، الكبار دولت هم اكتر حاجة بياخدوا وقت شوية، ولا بقى شامبو مخصوص عشان الفرش ولا اي حاجة يعني. خلاص هو الشامبو اللي عندك او غسول الوش اللي تستخدميه عشان يكون لطيف على شعر الفرشة وخلاص بتنضف يعني. حتى لو ما عندكوش الاداة ديت ممكن على فوطة يعني، ممكن على فوطة خشنة شوية تقعدوا برضو تمشوها كده وتنضف معاكم برضو. ده شكلها بعد ما نضفتها، شايفين نطفت جدا. دايما بعملها كده بس علشان تحافظ على الشيب بتاع الشعر. بعد كده هعمل ديت، دي ما استخدمتهاش بقالي كتير فنضيفة شوية. دي اكتر واحدة هتبهدل الدنيا دلوقتي، بصوا عارفين ليه؟ عشان دي بتاعت الحواجب، فدي هتلاقيها كلها سواد. شايفين؟ طبعا مستحيل تبان كده. اكون خلصت كل الفرش، اخر خطوة بقى هعملها ان انا هنضف دي وبعد كده همشي عليهم كلهم بس بمية بس. وبكده خلاص اكون خلصت كل الفرش بتاعتي، نظفتها كلها. نرجع تاني بقى للبيوتي بلندر وبس. خلصت نعيما نعيما حبايبي. الموضوع طلع فاشل شوية بتاع البيوتي بلندر، يعني بضفها بالطريقة اللي انتوا بتعملوها دايما. عادة انا بحط عليها الصابون او الشامبو اقعد افعص فيها كده لحد تحت المية على حد ما كل المكياج اللي فيها يروح. اما طريقة فرش فدي طريقتي وانا بحب الطريقه دي دايما ودايما بعملها. زي ما قلت لكم لو انتم ما عندكوش الاداه دي اللي انا وريتها لكم ممكن على فوطه خشنه تعملوا كده تنضفوها كده، بس تكون فوطه مستغنين عنها يعني علشان خلاص هتتبهدلوا ومش هتعرف تنضفوها تاني. وبس كده حلوين، ده كان فيديو النهارده. نصيحتي ليكم ما تامنوش لاي حاجه تشوفوها على تيك توك خالص. تيك توك ما تقابلوش لأي حاجة تشوفوها على التيك توك خالص، لأنه كله كدب في كدب فعلا 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 يعني كله كدب في كدب. آخر حاجة عايزة أقولها لكم، لو أنتوا مستعجلين أن أنتوا تستخدموا الفرش يعني ممكن برضو تنشفوهم كده على الفوطة. خلاص بقت ناشفة على فكرة، شوفوا وجاهزة أن أنا استخدمها على طول.
وبس ده كان فيديو النهاردة، فأتمنى يكون عجبكم الفيديو واستمتعتوا معايا. لو عجبكم ما تنسوش تدعمونا باللايك وشير للفيديو مع أصحابكم وسبسكرايب لأول مرة تشوفوني. باي باي.